فرصة العمر، هكذا يطلقون على الفرص التي تمر على الإنسان في حياته، وإذا لم يغتنمها فقد لا تعود. وقد جعل الله في حياة الإنسان كثيرا من هذه الفرص والمواسم التي متى اغتنمها ضاعف الله حسناته ورفع درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن أعظم هذه الفرص والمواسم العشر الأواخر من رمضان، والتي فيها ليلة خير من ألف شهر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فمن أراد أن يغتنم هذه الفرصة ويفوز بثواب الله في هذه الأيام، فعليه أن يتخفف من الشهوات وشواغل الدنيا، ويقبل على التقرب إلى الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فمن هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام إحياء الليل بالصلاة وتلاوة القرآن وإيقاظ الأهل لذلك. ويستحب أيضا في هذه الأيام الاعتكاف في المسجد والانقطاع لطاعة الله فيه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنما هي ساعات قلائل في أيام مغفرة ورحمة وعتق من النار، فاغتنمها فربما لا تعود.